نوضح القضية دي حلقة من حلقات الدفاع عن المال العام للدولة الناتج عن تراكمات قانون الخصخصة الناجم عن العصر السابق الذي مستمر ما زال قانون الخصخصة مستمر لحد الآن بالتحايل وبالغش والتدليس إلى تخريب المنشآت والقطاعات الاقتصادية الوطنية حتى يتم بيعها. هنا في مصنع الألبان الغرض المخصص منه هو مشروع زراعي، نزعت الأراضي